قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. إن هذا الشهر الكريم أكثر ما يتأكد فيه من العبادات ويشدد فيه عليه من الطاعات، خمس عبادات أو ست هي الأصل يجب على المسلم إذا أراد الفوز والفلاح أن يتأكد من زيادة فيها. فأول هذه العبادات المخصوصة بهذا الشهر الكريم أن يعنى المرء بصومه، وهذا الأمر واجب حتم على المستطيع ولا شك. وإن أفضل عبادة تؤدى في شهر رمضان صيامه، لأن شهر رمضان خص بهذا الفعل وهو الصيام. والأمر الثاني أن يعنى العبد بقيام ليالي هذا الشهر الكريم، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من قام ليالي هذا الشهر الكريم من أوله إلى آخره فإنه يغفر له ذنبه مرتين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلذلك فإن أقل الناس درجة ممن انتفع برمضان من ينتفع به بالمغفرة، إذ الله عز وجل يغفر لمن صامه، ويغفر لمن قام لياليه، ويغفر ثالثا لمن قام ليلة واحدة منه وهي ليلة القدر. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيح لما قال: رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له. فأقل الناس انتفاعا بهذا الشهر الكريم، وأقلهم فوزا بجوائزه من غفر له ذنبه. وأما أعلاهم درجة وأسماهم مرتبة فيه فهو الذي حاز الدرجات العلى والمنزلة السامية عند الله عز وجل، ولو لم يكن في ثواب ذلك إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لكافى بذلك بيانا لفضل الصوم لمن أدرك هذا الشهر الكريم. إذن الأمر الأول والأمر الثاني هو أن يعنى المرء بصيام هذا الشهر الكريم وقيامه، وأن يحرص على أداء الصلاة فيه. وإن من البشرى التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال أهل العلم: فإذا صلى المرء مع إمامه العشاء ثم صلى معه التراويح حتى ينصرف فكأنما قام ليلته كلها، وهذا من فضل الله عز وجل علينا من عباده المؤمنين المسلمين. العبادة الثالثة التي تتأكد في هذا الشهر الكريم بخصوصه أن يعنى المرء بقراءة كتاب الله عز وجل. ومن الأحاديث والأخبار في ذلك ما صح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حينما يدارسه جبرائيل عليه السلام القرآن. قال أهل العلم: وفي هذا الحديث دليل على مسائل. المسألة الأولى أنه يستحب للمرء أن يعنى بكتاب الله عز وجل قراءة وتلاوة واسترجاعا في هذا الشهر الكريم، فإن جبرائيل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام إلا السنة التي قبض فيها صلى الله عليه وآله وسلم، فدارسه جبرائيل القرآن مرتين. قال أهل العلم ويستفاد من هذا الحديث ثانيا أن المرأة يستحسن ويستحب له ألا يخلي هذا الشهر الكريم من ختم القرآن ولو مرة واحدة، ألا يخلي هذا الشهر الكريم من ختم القرآن ولو مرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ختم القرآن فيه مرة أو مرتين كما في حديث ابن عباس السابق. ولذلك كان أهل العلم يعنون بقراءة القرآن في هذا الشهر الكريم عناية بينة، يتلونه في أطراف آناء الليل وأطراف النهار. وهنا مسألة ذكرها أهل العلم، أنه هل يجوز للمرء أن يختم القرآن في هذا الشهر الكريم في أقل من ثلاث ليال؟ فنقول إن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن ذلك، فقد صح من حديث عبد الله بن عمرو المتقدم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ختم القرآن، فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ختم القرآن في أقل من ثلاث ليال. وهذا الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم شامل رمضان وغيره. وأما ما نقل عن بعض السلف
كعثمان وغيره فإنه محمول على ترداد القرآن والآيات، إذ إن ترداد الآيات وتكرارها يكون للمرء فيه أثر عظيم في مراجعته، أو يكون اجتهادا من بعضهم قد يكون خالفه فيه غيرهم من جماهير أهل العلم. واستدل العلماء بهذا الحديث، أعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فائدة استفاد منها العلماء فائدة ثالثة، وهو أنه يستحب مدارسة القرآن وإجادة تلاوته ومراجعة حفظه في هذا الشهر الكريم. فإن جبرائيل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا فإن المحفوظ من القرآن الذي نقل بعد ذلك في القراءات إنما هي العرضة الأخيرة التي عرض فيها جبرائيل عليه السلام القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي قبض فيها. وأما ما كان قبل من حروف فإنها ربما كانت في العرضات السابقة كما هو مبسوط وبينه أهل العلم المعنيون بالقراءات كأبي عمرو الداني وغيره عندما بينوا معنى الحروف السبعة التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الرابع أو الخامس مما يتأكد فعله في هذا الشهر الكريم، أن يعنى المرء بإطعام الطعام بالخصوص، أن يعنى المرء بإطعام الطعام بالخصوص والصدقة والجود والكرم بالعموم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان كأنه ريح من شدة جوده صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روينا أو وقد روينا من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد فضائل هذا الشهر الكريم قال: ومن فطر فيه صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن صح أن من فطر في هذا الشهر الكريم صائما وبذل له طعاما كان له أجرا عظيما كأجر الصائم. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن فضل الله واسع، فليس معنى تفضيل الصائم أن يطعمه طعام الفطور الذي يفطر عليه في أول ليله عند غروب الشمس، وإنما تفطير الصائم عام لكل طعام يطعم به صائما في هذا الشهر، سواء كان في أول الليل أو في وسطه أو في آخره. وقد جاء في الصحيح عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أن إن الله عز وجل قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتسابقون في إطعام الطعام في هذا الشهر الكريم، فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن الراوي عن أبي هريرة قال: ذهبت مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى الشام قادما على معاوية، فرأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتسابقون في إطعام الطعام. فإذا ظن العبد بالله عز وجل خيرا وأجرا، وقد احتمل النص ذلك، فإن الله عز وجل قد وعده أن يكون سبحانه وتعالى عند ظنه. فالمرء يكون في هذا الشهر كريما بماله، كريما بطعامه، كريما بجاهه وغير ذلك. وهنا مسألة قبل أن ننتقل للمسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة قبل أن نختم، وهو أن بعض الناس يقصد أن يجعل زكاة ماله في هذا الشهر الكريم بالخصوص، وهذا الأمر لم يكن واردا عن الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه قد جاء عند الإمام مالك في الموطأ من حديث السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقوم في المسلمين خطيبا فيقول: أيها المسلمون، إن هذا الشهر شهر زكاتكم، فأدوا ما عليكم من الديون ثم أدوا زكاة أموالكم. روى البيهقي في الشعب وفي السنن أن هذا الشهر الذي كان الصحابة رضوان الله عليهم يخرجون زكاتهم فيه إنما هو شهر الله المحرم، وهو أول سنة وهو أول شهر من شهور السنة. فالمرء لا يشرع له أن يقصد أن يجعل زكاة ماله في هذا الشهر الكريم، ولكن إن كان ابتداء حولان حوله في هذا الشهر فلا شك أنه تكون في هذا الشهر من باب الموافقة فيلزمه إخراجها فيه. وقد ذكر أهل العلم أن السبب في عدم قصد المرء إخراج زكاته في هذا الشهر أن المرء لو كان لا يخرج أن المرء لو كان يخرج زكاته في شهر رمضان فإنه سينشغل بها عن باقي الصدقات، فيوزع هذه الزكاة وينشغل عن إخراج باقي الصدقات، مع أن الشهر شهر إنفاق وجود، ولو جعل زكاته في غير رمضان فإنه سينفق في هذا الشهر الكريم من باقي ماله ما زاد عن ذلك. مما يخص به الفضل في هذا الشهر الكريم قصد المساجد عموما، ويخص من ذلك المساجد الثلاثة الفاضلة.
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في الشهر رمضان كله من أوله وأوسطه وآخره، ثم كان آخر الأمر منه صلى الله عليه وسلم أن اعتكف في آخره، واعتكف معه أزواجه رضوان الله عليهن بعد ذلك. فالاعتكاف في هذا الشهر الكريم متأكد ولا شك، وقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه. وكذا لزوم المساجد، فقد روى أبو داود بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن أنيس الجهني عن أبي أنيس الجهني رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني إمام قومي بالبادية، فاذكر لي ليلة آتي فيها مسجدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيتي ليلة 21. فكان عبد الله بن أنيس رضي الله قال عبد الله بن أنيس: فكان أبي إذا أتى غروب تلك الليلة، أعني ليلة 21، ركب دابته ثم أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وربط دابته عند باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل المسجد ولم يخرج منه إلا عند طلوع الشمس. وهذا الحديث يدل على التأكد بلزوم المساجد في هذا الشهر الكريم، إما اعتكافا أو دون ذلك، وأخص منها المساجد الثلاثة لفضلها ومكانتها. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما صح عنه أنه كان هو وأصحابه إذا دخل عليهم شهر رمضان أكثروا من لزوم المساجد وقالوا: نحفظ صيامنا. ولزوم المرء المسجد له حالتان: قد يكون لزوم اعتكاف، والصحيح من قولي أهل العلم وهو مذهب الإمام مالك أنه لا يصح اعتكاف دون يوم أو ليلة، لأن أقل ما سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكافا أن سمى الليلة اعتكافا. ففي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فما سمى رضي الله عنه الاعتكاف إلا ليلة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في المسجد ساعات طوال، وما سمي ذاك اللزوم اعتكافا مطلقا. إذن فأقل ما يسمى اعتكافا أن يكون يوما كاملا من طلوع الشمس إلى غروبها، أو ليلة كاملة كما فعل أنيس رضي الله عنه لزمه من غروب الشمس إلى طلوعها. وأما ما دون ذلك فإنه يسمى لزوما للمسجد ومكثا فيه، للمرء فيه أجر عظيم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن المرء إذا صلى فمكث في مصلاه، وكلمة مصلاه تحتمل أمرين، أي البقعة التي صلى فيها أو مصلاه في المسجد الذي مكث فيه ولو تغير مكانه. فمكث في مصلاه فإن الملائكة تدعو له وتستغفر له ما دام في مصلاه، فدل ذلك على فضل لزوم المسجد في هذا الشهر الكريم. الأمر الرابع أو الخامس مما يتأكد في هذا الشهر الكريم: قصد بيت الله الحرام بأخذ عمرة، ولزوم مسجد الله أو البيت الله الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقال لها: إن عمرة في شهر رمضان تعدل حجة معي. ولذلك كان الإمام أحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى، أعني إسحاق بن راهويه، يقولون إن هذا الأمر، أي أخذ العمرة في رمضان، هو سنة قد فعلها خمسة من الصحابة رضوان الله عليهم، وليس خاصا بهذه المرأة. وقد صح عند ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: إن عبدا أصححت له في بدنه ووسعت عليه في رزقه، ثم تمر عليه خمس سنين لا يفد إلي لمحروم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل في هذا الحديث القدسي أن المرأة إذا وسع الله عز وجل عليه في رزقه وأصح له بدنه، ثم مرت عليه خمس سنين لا يقصد بيت الله عز وجل قاصدا له حاجا أو معتمرا، فإنه يكون محروما، أي حرم أجرا عظيما. هذه على سبيل الإجمال خمسة أمور يجعلها المرء ملازمة له في هذا الشهر ويحرص على تأكيد العمل فيها. وسادس هذه الأمور هو لزوم الدعاء، فإن الدعاء فاضل في هذا الشهر بالخصوص، وقد جاء في تفسير قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قالوا: إن الله عز وجل قد ذكر هذه الآية بين آيات الصيام، مما يدل على أن الدعاء في شهر الصيام وفي وقت الصيام فاضل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن للصائم دعوة مستجابة لا ترد عند فطره،
قال أهل العلم: إما تحتمل عند فطره، أي عند فطر يومه، أي قبل عند غروب الشمس، وتحتمل أن تكون عند فطره، أي عند منتهى عمله في انتهاء الصوم، فيكون في آخر الشهر. فمن دعا الله عز وجل في هذا الشهر وألح إليه سبحانه وتعالى والتجأ إليه بالدعاء، فإن الله عز وجل سيجيب دعاءه ويعطيه سؤله ورجاءه. هذا على سبيل الإجمال والإيجاز والسرعة في موضوعنا الذي أردت ألا أطيل فيه، وهو قضية الأعمال الفاضلة في هذا الشهر الكريم التي يختص الفضل فيها ويزداد الأجر عن سائر الأيام في سائر الأوقات. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى وصلاح النية والذرية، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يمن علينا بما فيه خير الدنيا والآخرة، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يحفظ هذه البلاد وأهلها من كل سوء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.